هذا الافتتاح او لونسمون ديال العمل الجديد تاع تاكسي بيض. بيان سور غنحب على متمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل الناس اللي شاركوا في هذا العمل هذا. يعني مفروض انه دائما حنا كفنانين نعاونوا بعضياتنا، اللي غيدير شي حاجه يجي الاخر حتى هو يوقف معاه ويساندو ويتمنى له التوفيق، هذا اقل شيء في حق بعضياتنا كيف ما كنقولوا. فيربي التوفيق والنجاح لكل الناس اللي ساهموا وشاركوا، من ممثلين من تقنيين من اداريين من انتاج في هذا العمل الجميل تاكسي بيض. سميه زوينه لانه حنا كنا ركبنا في الطاكسيات وكنا عندنا ذكريات في الطاكسيات، فالله يوفق الجميع والله يجعل ان شاء الله هذه البدايه تكون بدايه الخير عليهم كاملين ان شاء الله. انا واحد الوقت لانه دوز واحد المده في من خلال مشاركتي ببرنامج سوبر ستار العرب في لبنان، عشت ما بين بيروت دبي القاهره، كنت كنلقى بانه كنقول يا ربي واحد النهار نوصلوا حتى حنا اعمال ديالنا يولي تضرب بها المثال ويولي عندنا انتاجات كبيره. فعلا الحمد لله انا دابا فرحان والحمد لله ولا تيكيت لج الصدر انه بدينا كننافسوا الدراما العالميه، هذا شيء جميل. التمثيل كانت شحال هذه من خلال وليدات كازا، من خلال الزواج الثاني، من خلال يما مع مجموعه ديال المخرجين الكبار، ونتمنى ان شاء الله انها تعود ان شاء الله ان شاء الله نتمنى تعود انه لما يجيني شي اوفر اللي هو فريمون اولا شي اقتراح اولا شي دور اللي فريمون نزيد به شي حاجه ليا والجمهور ديالي. حاليا كنشوف انه الممثل المغربي اولا المشارك في الدراما المغربية نقدر نقول بأنه حاليا يعني يقدر ياكل الخبز في هذا المجال، لأن تبارك الله ولا المجال واسع ومجال كبير بزاف. الجديد ديالي كان عار الله عيونه، أغنية اللي كنت صورت على شكل فيديو كليب، وأيضا مصاري اللي الحمد لله مؤخرا لقات واحد النجاح وواحد الانتشار كبير. هادو جوج الأعمال كنفتخر بهم، نتمنى إن شاء الله يكونوا في الخير عليا ولا كل الناس اللي شاركوا معايا في جوج الأعمال، والله يوفق الجميع. البركه جوج الاعمال داروا في نفس السيمانه، راه فريمون خصني نكون واقيلا بلايري واقيلا باش نزيد كسر. دابا الحمد لله جاي الصيف، جاو المهرجانات، جاي الجوالات، وان شاء الله بيان سور في البدايه ديال الموسم ان شاء الله نديروا اعمال جديده ان شاء الله.